لك خلصني يا ابني، خلصني وراي شغل، قول شو بدك تحكي. استاذ لك هذا زميلي بالمكتب مو معقول لسانه كتير زفر بالحكي، يعني عم بيقول لي حمار. بتقبلها انت موظف عندك بالمؤسسه حمار؟ لا ابدا ما بقبل يا ابني. اجمع لي الموظفين كلهم لشوف. يلا يعطيكم العافيه يا ابني. الله يعافيك. ابناء الموظفين المشهود لنا في هذه الشركه جو المحبه والتالف الذي يسود بيننا، صح ولا لا؟ يعني ما في يوم موظف وجه لرفيقه الموظف إهانة، مزبوط ولا لا؟ رفيقكم توفيق اليوم اخترق هذه الأعراف والتقاليد ووجه لرفيقه بنفس الغرفة إهانة، بتعرف شو قال عنه؟ قال عنه حمار. برضيكم هالشي؟ أنا أبداً ما بيرضيني، لهيك بطلب منه قدامكم كلكم يعتذر من زميله وعلناً. أنا بعتذر منك لأني قلت عنك حمار، وهي بوسة من دانك. شايفين؟ وهكذا يعود الوئام وجو المحبة إلى شركتنا. كل واحد لغرفته. يعطيكم العافية. الله يعافيك. لك قبل ما تخبر المدير كنت أنا الوحيد اللي بعرف أنك حمار، هلا المديرية كلها بتعرف أنك حمار.